الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم. كما يعلم المتابعين الأوفياء موقع مشروح بقناتيه الأولى والثانية، فقد سبق وشاهدنا منذ بضعة أيام الطريقة الرسمية التي أطلقتها شركة فيسبوك من أجل تشغيل الفيسبوك ماسنجر على الحاسوب من خلال أحد المواقع. لكن ماذا إذا لم تكن تحب تشغيل التطبيق من خلال المتصفح؟ إذن الحل في هذه الحالة هو تشغيله كبرنامج أساسي على الويندوز، وهذا ما أقدمه لك إن شاء الله في هذه الحلقة من خلال برنامج رائع جدا. فإلى التفاصيل. مرحبا بك مجددا. إذن كل ما عليك فعله هو الدخول إلى صفحة البرنامج، الرابط كالعادة تجده أسفل الفيديو، بعد الدخول تنزيل إلى الأسفل إلى أن تجد هنا داونلودز. وكما تشاهد معي عندنا نسخة الماك، نسخة الويندوز ونسخة لينكس بالنوتين 32 و64. إذا في حالة ويندوز أختار ويندوز فقط، أضغط عليه، وكما تشاهد معي يتم تنزيل الملف الآن على جهازي. إذا مباشرة بعد أن يتم تحميل البرنامج سوف تحصل على أيقونة على هذا الشكل، نقوم بفتحه لبدء تثبيته. إذا تمت العملية بنجاح completed هنا في الأعلى، نضغط على close. كما تشاهد خطوة واحدة فقط وحصلنا على هذه الأيقونة، أيقونة البرنامج، ضغطتين. هنا يقول لنا بأن هنالك نسخة جديدة يمكن الحصول عليها، فإذا كنت ترغب في تحميلها تضغط على أوكي. أنصحك بالضغط على ذلك. أنا الآن بما أنني في طور التسجيل فقط أضغط على cancel. إذا كما تشاهد معي الواجهة بسيطة، فقط تدخل حسابك على الفيسبوك، إما البريد الإلكتروني أو رقم الهاتف ثم كلمة المرور، بعد ذلك نضغط على continue. وكما تشاهد معي فقد تم تسجيل الدخول بالفعل. يمكنك الآن إجراء محادثاتك الشخصية مع أصدقائك، وأيضا إجراء مكالمات صوتية أو حتى فيديو. كما تشاهد عندنا أيقونة الفيديو هنا وأيقونة الصوت. إذا كان هذا كل شيء في الحلقة الثالثة من حلقات هذا اليوم والثانية على القناة الأولى لموقع مشروح. أتمنى أن تكون قد استفدت منها، وعلى أمل اللقاء بك إن شاء الله في حلقة أخرى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.